تعالوا كده نبدأ مع بعض وركز جدا، حتى لو مش دارس ما تقلقش. write java program to develop class compute with the following class computer with the following specification. يبقى اول حاجه انا هعمل جافا كلاس، فعلى طول قبل ما افكر اعمل اي حاجه اروح اعرف الكلاس. اي كلاس في الدنيا بيتعرف ازاي؟ بنعمل public class. لو هو قال لي اسم الكلاس اوكي، لو ما قالش لا، فاعتقد ان اسم الكلاس هو كلمه كمبيوتر، فيبقى كده class computer. class computer، وافتح الكلاس وما نكتبش المين، لان احنا هنا اتعلمنا في الاوبجكت اورينتد ان مش مهم الكلاس يكون فيه مين ميثود، ممكن كلاس يكون عادي. طيب فهمنا اكتر، هنشوف دلوقتي في الجزء الجاي. نبدا نمشي الخطوات، احنا مجرد واحد بينفذ خطوات. تعالوا ننفذ الخطوات خطوه خطوه كده ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل لنا واحنا بننفذ. يلا، the class has two private instance variables. يبقى الكلاس عنده اثنين متغيرات، فهنروح نعمل ايه يا جماعه؟ هنعرف private عشان هو قايل private. private instance variable يعني متغيرات للكلاس ده. تعالوا نشوف المتغيرات هيكون شكلها عامل ازاي. private instance variable brand name، ونوع البراند نيم ده يكون string، وis on وده نوعه يكون boolean. يبقى انا هعرف متغيرين. المتغير الاول لازم اكتب النوع الاول string، طريقه الكتابه كده string، وبعد string اكتب اسمه، والاسم brand name، واسم الفاريبل بيكون الاول small ولو في كلمه ثانيه بيبقى capital. brand name وبعدين semicolon. ابقى كده خلصت السطر الاول. الثاني اسمه is on فنوعه boolean، خلي بالك وهو مش كاتب كلمة بوليان كاملة، انت لازم تكتب بوليان و is on كلمة واحدة، مفيش مسافات في المتغيرات. يبقى كده خلصنا الفقرة الأولى، عملنا الكلاس وعرفنا داخله two variable. تعالوا نكمل. بعد كده مطلوب مننا هنعمل ايه يا جماعة؟ بعد كده بيقول the class has two argument constructor. اللي مش عارف يسمع اللي بقوله دلوقتي. two argument constructor، من هو الكونستراكتور؟ الكونستراكتور هو الكونستراكتور تعريفه للي عارف واللي مش عارف. كونستراكتور هو يشبه الميثود، صفاته واحد يشبه الميثود، شكله زي الميثود، يعني له هيدر وله بادي. نو ريتيرن تايب، لا يوجد مخرجات ولا حتى void، اوعى تكتب ولا حتى void. ثلاثة اسمه، دي اهم حاجة فيه، ان اسمه نفس اسم الكلاس، نفس اسم الكلاس، عشان كده تقدر تعرف الكونستراكتور لما تبص على اسم الكلاس تعرف اسم الكونستراكتور فين. اخر حاجة واهم حاجة انه ايه بقى؟ انه مسؤول عن responsible for instantiate object، او مسؤول عن انشاء object من الكلاس، انشاء object من الكلاس. تمام، فبالتالي انا عشان اكتب كونستراكتور بالمواصفات اللي انا قريتها هنا، اول صفه هاخدها انا عايز اكتب اسمه، وخلي بالك ما تحطش قبله مخرجات وخليه يكون يشبه الميثود. يلا نشوف كده هنكتب الكونستراكتور ازاي. تو ارجمنت دي معناها ايه؟ تعال نشوف. اول خطوه هنكتب اسمه، اسمه نفس الاسم، يبقى لو كلاس اسمه كمبيوتر يبقى انا هكتب كلمه كمبيوتر. ملوش مخرجات، يعني يقصد ان ما تكتبش حاجه قبله هنا خالص. طيب بس نوعه اسف الاكسس موديفاير بابليك، احنا اتفقنا ان الكونستراكتور زيه زي الميثود كلهم بابليك. طب ما انت كتبت حاجه قبله. لا احنا نقصد قبله هنا، لكن الكلمه دي اكسس موديفاير بتتكتب في كل الاحوال. طب الارجيومنت بتاعته، الارجيومنت بتاعته هو قال لي تو ارجيومنت. طيب ايه هما؟ سيت فاليو، بيحط القيم للانستنس فاريبل تو جيفن فاليو. يبقى اروح على الاول، بيحط القيم للانستنس فاريبل تو جيفن فاليو للقيمه اللي هيدخلها اليوزر. الاولى اسمه براند نيم، فانا هعرف سترنج هنا كده يا جماعه وهسميه براند نيم. طب ينفع اغير الاسم؟ ينفع، بس انا هقول لكم ليه انا هسميه براند نيم، هسميه للسهوله براند نيم. طب كوما، ايه الفاريبل الثاني؟ هو بيقول لي في السؤال set values of its instance variable، فلقيت نفسي معرف اثنين فاريبل متغيرين، يبقى لازم اكتب هنا is اسف boolean برضو boolean و is on. is انت كده عملت ايه؟ خد بالك انت كده عملت الهيدر بتاع الكونستراكتور، بس عايز عشان الامور تبقى واضحه شويه معلش.
عايزين الموضوع يبقى أوضح من كده، فيبقى string اسمه brand name وبعدين كوما بوليان، هيكون هو المتغير التاني is on مظبوط، وبعدين اقواس، وبعدين نفتح عشان نحط البادي. initialize كمل هو الجملة على فكرة، يعني قال لك كل حاجة. initial to set بيحط القيمة للمتغيرات حسب القيمة اللي بيدخلها اليوزر. فين القيمة اللي دخلها اليوزر؟ ركز معايا بقى شوية في الحتة دي عشان الكونستراكتور كتابته مهمة. القيمة اللي هيدخلها يوزر هي البارامتر براند نيم والايز اون. طب فين القيمة اللي احنا هنخزن فيها؟ احنا هنحط الكلام ده فين؟ هنحطها في المتغيرات بتاعتك، ده البراند نيم والايز اون. واحد يقول لي الاسمين متشابهين، ايوه براند نيم وبراند نيم، بس الفاريبل اللي متعرفين في الكلاس اسمهم انستنس فاريبل. اما اللي متعرفين داخل الاقواس اللي بالازرق دول اسمهم جيفن فاليو، هي دي القيمة المعطاة الارجيومنت او الجيفن فاليو. يبقى لو سمحت التسمية نص الحل، ما انت لو فاهم هتعرف تحل كويس. طيب انا عايز افهم ايه؟ افهم ان الاثنين اللي في الاقواس دول خلي بالك اسمهم argument اللي هم ايه؟ اللي هم الجيفن فاليو. طب خلاص هنحط القيمه ازاي؟ نفتح القوس زي ما عملنا كده، بدايه القوس من هنا ونهايته تحت شويه، وهنكتب هنا سطرين. ايه هم؟ هاخد البراند نيم اللي بالاحمر ده اهو، براند نيم، اسجل فيه القيمه بتاعتي اللي هي ايه؟ براند نيم. ايه الجنان ده؟ طب واحد يقول لي انا كده فهمت ايه؟ ايه براند نيم يساوي براند نيم؟ هي كده، وهقول حاجه مهمه دلوقتي. وايز اون هحط فيها، ما هو الفاريبل اسمه ايز اون، هحط فيه المتغير اللي اسمه ايز اون. فتلاحظوا ان في كونفيوز او في لخبطه في التسميات، ولازم ننهي الجمله بسيمي كولن. عشان كده يا شباب هنتفق اتفاق ان في السيت للفاليوز سواء في الستر والجيتر والكونستراكتور بنكتب عند الانستنس فاريبل ده، بنكتب عنده كلمه ديس، وهنا بنكتب كلمه ديس. يبقى ديس فايدتها انه كارنت كلاس، كارنت ممبر في البراند نيم اللي عندي زميلي في الكلاس، او ان زميلي في الكلاس. طيب كويس، نروح للثالثه لان الثالثه مهمه جدا. النقطة الثالثة بتقول the class has zero argument constructor، عنده zero argument constructor. يلا نشوف نكتبه ازاي zero argument constructor. الأول أنت خلصت ال constructor، أيوه هو فين؟ ده أنا تايه منك، أهو ال constructor. اسمه إيه ال constructor؟ اسمه computer. وبياخد كام argument؟ بياخد اتنين اللي إحنا عاملين عليهم الأسهم. أدي الأول وأدي التاني. وبيعمل ايه؟ بيأساين الفاليو، ففي علامة ايكوال هنا وعلامة ايكوال هنا. أمال ايه ذيس دي عشان نميز البراند نيم عن البراند نيم؟ كده جاوبنا كل الأسئلة، تعال نشوف السؤال الثالث. The class has zero argument constructor. تاني constructor. واللي فاتت كانت two argument، يبقى أنا هكتب ايه؟ ركز بقى معايا خلاص، constructor public، اسم ال constructor computer، بس zero argument يعني الأقواس بتاعته فاضية. يا سلام، حياة سهلة. طيب الخطير الجملة اللي جاية، set the value، مفيش حاجة، هناخد براند نيم وكذا نحطهم في القيمة، to its default values. يعني لهم قيم ديفولت. يعني ايه؟ يعني واحد انشأ اوبجكت من الكمبيوتر، حدد البراند نيم وحدد is on ولا off بوليان، ومرة تانية انا عملت الاوبجكت بس ما حددتش هو on ولا off وما حددتش اسم البراند، اعمل ايه؟ ساعتها نقول نحط قيم الديفولت. لازم نتعرف على الديفولت values في المادة بتاعتنا عشان اللي مش عارفينها. لو عندنا string يبقى الديفولت فاليو بتاعته بتساوي الديفولت بتساوي null، ولو عندنا integer الديفولت بتاعه بيساوي zero، ولو عندنا double الديفولت بتاعه بيساوي 0.0. طب لو عندنا مثلا boolean، ما هي boolean بتكون true او false، الديفولت بتاعها الديفولت يعني القيمه الطبيعيه اللي انت لو ما حطيتش حاجه هي تتحط اوتوماتيك. البوليان بتاعنا اسمه فولس، الديفولت بتاعه فولس، وهكذا. دول اشهر حاجه بنستخدمها. طيب انا معايا البراند نيم سترينج، فكان المفروض، خد بالك السطرين اللي هكتبهم دول يعني هكتبهم وبعدين هنحذفهم، كان المفروض ان احنا هنا نكتب كده this dot brand name، يبقى this dot brand name يساوي ها
البراند نيم ايه؟ نال. ليه نال؟ لان هو قال لي ديفولت قيمه التلقائيه. وبعدين ديس او الطبيعيه، ديس دوت از اون، هتكون الحاله الديفولت بتاعتها بايه؟ فولس. انا كده حليت السؤال، حليت السؤال، بس هتاخد صفر فيه. ليه هتاخد صفر فيه؟ عشان لازم تخلي بالك، وانا بنبهك اهو الفقره دي بالذات هتعمل مشكله، فلازم نركز عليها عشان ما كملناش الجمله. هتكمل الجمله بتقول ايه الجمله؟ It should invoke two argument constructor. It should invoke two argument constructor. It should invoke two argument. يعني ايه it should invoke two argument constructor؟ لازم وانا في الكونستراكتور اللي انا بظلله ده دلوقتي كده اهو، لازم استدعي تو ارجمنت كونستراكتور. فين التو ارجمنت؟ ده التو ارجمنت. امال اللي احنا عنده ده ايه؟ ده الزيرو ارجمنت. طب هو عايز ده يستدعي، انفوك يعني يستدعي ده، يبقى اللي كتبناه ده كله حل غير صحيح في المساله دي، وغالبا مش هيطلب مننا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هيطلب زي ما طلب كده في السؤال. فاللي احنا هنكتبه ده هو إجابة صحيحة لكن في أدق منه، هنشوف الأدق منه. يبقى الحل ده غلط يا جماعة، خلي بالكم. أمال إيه اللي المفروض أكتبه هنا؟ بما أن قال لي ديس آسف، بما أن قال لي إن عايزك تستدعي الكونستراكتور اللي معاك، فتقول ديس أقواس. إحنا اتفقنا إن في أربع حالات، ديس أقواس للكونستراكتور، ديس دوت لأي ميثود، سوبر أقواس للكونستراكتور بتاع السوبر، سوبر دوت هنبقى نرجع لها ونقول الجدول ده مرة تانية، بس خلينا نقول ديس. وكانك بديس دي خليت الكمبيوتر ده يستدعي الميثود اللي اسمها كمبيوتر هنا. بس الارجمنت بتاعتها بتاخد كام حاجه؟ اثنين. انت تحط فيها القيم الديفولت، هتحط نال وتحط معاها احنا التاني ايه؟ فولس، وتحط معاها فولس علشان ده الحل الصحيح بتاع المسألة. يبقى تاني كده لما يقول لي، نقرا الفقرة التانية عشان مهمة. The class has zero argument constructor that set value of its instance variable to default value. It should invoke two argument constructor. يبقى الحل ان انا اكتب الكونستراكتور اللي اسمه نفس اسم الكلاس، زيرو argument يعني الاقواس فاضية. بعدين جوه لو هستدعي الكونستراكتور اللي معايا يبقى استدعيه بديس، والكونستراكتور لازم ديس ومعاها اقواس. بعدين هو قايل لي الديفولت فاليو، فين كلمه ديفولت فاليو؟ ادي كلمه ديفولت فاليو، يبقى اروح احط الديفولت نال والديفولت فولس. معلش لو حد متلخبط، لسه هنحل سؤال كمان بعديه هيثبت معانا المعلومه، بس على الاقل احنا كده شرحنا للي مش عارف الاساسيات ماشيه ازاي. طب نكمل الفقره رقم اربعه، خلاص خلصنا السهل الصعب فجالنا السهل بقى. عايزين نعمل جيتر وسيتر فور ايتش انستنس فاريبل. الجيتر والسيتر طريقه كتابتهم سهله جدا. تعال نفكر، انت عندك كام متغير؟ اسال نفسك انا عندي كام فاريبل؟ هوري لك دلوقتي عندي كام فاريبل. الفاريبل الاول اسمه ايه؟ هعمله تاني اهو، اسمه براند نيم، اسمه براند نيم. يبقى لازم اعمل ايه للفاريبل ده؟ اعمل له سيت وجيت. الجيت للاستعلام، بقول جيت براند، وهخلي البي كابيتال عشان بقت الكلمه الثانيه براند نيم. انا طلعت فوق بصيت على المتغيرات لقيت فيه براند نيم، افتح اقواس واكتب في البراند نيم الفاريبل اللي انا عايزه. انت هتجيت البراند نيم، هيبقى اوعى تكتب حاجه هنا. ليه؟ لان الجيتر ملوش مدخلات. ليه؟ انا بستعلم منك استعلام، يبقى ريتيرن على طول. طب ريتيرن ايه؟ حاجه هنا نفس نوع البراند نيم اللي انت عايزه، يبقى سترينج، يبقى بيريتيرن سترينج. والقاعدة الأخيرة إن الميثود دايما بتكون public زي الكونستراكتور كده، يبقى public string get brand name. السطر البسيط اللي جوه return، وعشان يكون كلامك بروفيشنال شوية return this dot. أنا هنا ميثود اللي أنا بكتبها دي اللي هي الجيتر دي، ميثود موجودة فين؟ موجودة في الكلاس اللي اسمه كمبيوتر. مين الممبرز مالها؟ اللي أنت بتتكلم معاها، فبيتكلم معاها باحترام يقول له this، كأنك كده this dot brand name، ما تقولش اسمه مباشرة، لازم تديله لقبه فبراند نيم. ديس دوت براند نيم يعني البراند نيم اللي موجود معايا في ديس كلاس. ديس نقصد بيها الكلاس، احنا الاثنين زمايل. احنا مين؟ انا الجيتر وانت المتغير، كان يعني كده بيتكلموا مع بعض. طيب وعايزين نعمل ستر كمان، كان بيقول في السؤال الستر عكس الجيتر. ركز معايا كده برضو شويه، الجيتر اسمها جيت، الستر اسمها ست. طب عكسها في ايه بقى؟ ست براند نيم كلمه واحده، سيت براند نيم عكسها. هنا الاقواس فاضيه، يبقى هنا اهي شايف الاقواس هنا فاضيه عشان ما تاخدش ارجيومنت، هنا الاقواس مليانه. نوعها سترينج،
عشان انت هتعبي فيه هل براند نيم وهو سترينج. طب اكتب ايه جوه السترينج؟ اكتب براند نيم. طب ما ينفعش اكتب بيه؟ ينفع، بس هو هيطلب منك تكتب كده، فالتزم بالطريقه دي. سيت براند نيم دي كانت بتراجع ايه اللي قبلها؟ كانت بتراجع سترينج، يبقى دي ما ترجعش حاجه، نكتب فويد ويبقى بابليك، يبقى بابليك فويد سيت براند نيم. طب بس دي هتعمل العمليه العكسيه، دي بتريتيرن، لا دي مش هتعمل ريتيرن، دي هتاخد من اليوزر البراند نيم ده وتعمل ايه؟ وتعمل له اساين في متغير من عندنا، مين هو؟ البراند نيم اللي فوق. فلما اكتبه اكتبه ازاي؟ اكتب this dot brand name، نفس اللي عملناه في الكونستراكتور من شويه، اول كونستراكتور. ويبقى كده خلصنا الجيتر والستر. انا بحاول اقسم الكود عشان انت لازم تستوعب، ما حدش بيقسم الكود كده في الامتحان، ها، عشان نكون فاهمين. يبقى الكلاس بتاعنا لحد دلوقتي فيه كام حاجه؟ في اثنين متغيرات، في كونستراكتور، بص تو فاريبل اهم، بعدين كونستراكتور وكونستراكتور، وبعدين ميثود جيت وميثود سيت. كده خلصنا الفقرة رقم 4. نروح للفقرة رقم 5. الفقرة رقم 5 بتتكلم عن جزئية تانية. The class include two methods، واحدة اسمها switch on which must write on to set is on true، اللي بتعمل switch on، والتانية اسمها switch off، ودي بتعمل ايه؟ off لل variable بتحط قيمته في false. هو في boolean variable. طيب the class has display method، خلي بس الاول نحل 5 وبعدين نروح لرقم 6. انا 5 عايز اوضحها لكم شويه، انا هكتبها في مكان عندنا، في مكان نتاكد، اه في مكان. تعالوا نوضح بس رقم 5 بتتكتب ازاي. هو بيقول لي ان عايز تو ميثود، واحده اسمها switch on بتعمل ايه؟ بتغير الحاله بتاعت السويتش تخليه on بدل off. يبقى ببساطه كده الميثود دي هتعمل ايه يا جماعه؟ اسمها switch on، اسمها switch on، والميثود public بقى خلاص اتعودنا. ما دام ما قالش بتاخد ولا بترجع يبقى public void، ما هي void يعني ما فيش مخرجات، وswitch on. طيب وايه اللي بيحصل؟ switch on فالاقلاص فاضي. ايه اللي هتعمله؟ ان هي هتحط true فين بقى؟ هتحط true في المتغير اللي اسمه، تعالى ندور كده عشان نشوف السؤال، شوف السؤال، ما هو انت ملتزم بصيغه السؤال. بص ركز معايا. The class has two methods، واحده اسمها switch on must write on and set، صح؟ تطبع كلمه on وتخلي is on true. يبقى هنروح على is on تحت كده، نكتب is on هنا. بس انا قلت لك وانت جوه الميثود، ركز برضو تاني اعرف انت فين، انت جوه الكلاس وبتعمل ميثود، فلازم تكلم الفاريبل اللي فوق باحترام، فتكتب له this dot، this dot is on بترو، بعدين system out. طب انت ليه بتقول system out؟ لان هو عايز كده، هو طالب مني اطبع، فيبقى system out dot print يطبع لنا on، نحدد الكلمه اللي قال لنا عليها بالظبط عشان ما نغلطش. write on، يبقى هيكتب write on، you must write on، خلاص هيطبع لك on. يبقى في الاقواس هنا هنكتب كلمه on، يبقى كده خلصنا switch on. طب حد يقول لنا switch off اتكتب ازاي؟ هنكتب برضو public void switch off، نفس الكلام this dot is on، هيخليها بدل ما هي بفولس هيخليها صح كده، ويبقى نقفل القوس. يبقى احنا كده خلصنا switch off، بس كتبنا ايه يا جماعة؟ ماشي اتفضل. طيب بس انهي دي عشان الناس تاخد بالها، واتفضل اسأل سؤالك. دلوقتي الميثود اسمها switch off، والاقواس بتاعتها اللي هنا دي زي بالظبط الاقواس دي، وبعدين البادي بدل ما اكتبه افتح قوس واقفل القوس تحت زي ما عملنا هنا كده، المفروض نعمل كده عشان الميثود دي كلها هيدر وبادي ولها بدايه ولها نهايه. ممكن اكتب البادي بتاعها هنا لان ما عنديش مكان، يجوز اكتبه جنبه عادي مفيش مشكله. طيب اخر حاجه موجوده في الكلاس ده، معلش لو تعبناكم شويه بس مهم نبدا نقلق وندرس ونهتم. The class has display method which print out the status of the computer object. هي بتطبع، بص عنده ميثود اسمها display، بتعمل ايه يا جماعه؟ print out يعني بتطبع،
ها status حالة، الحالة يعني ايه؟ يعني is on ولا off. off a computer. انا هكتب الميثود، عندي مكان هنا تحت فاضي، فهروح اكتب public void اسمها display عشان تعرض لي حالة الاوبجكت بتاعي. فالميثود دي هتعمل ايه؟ هتعمل system out print في الطباعة هنطبع ايه؟ هنطبع the status is. ونكون كاتينيت عليها، ها حد يقول لي، هنطبع كلمة this dot is on. this عشان بكلم variable فوق، is on يعني هل انت on ولا off. is on انا مش عارف، اسف، is on زي ما هي ما كتبناها كده is on، ليه نبوظ الدنيا؟ خلينا ماشيين صح. this dot is on. ونبقى كده خلصنا يا شباب الكود الاول اللي بيجي في الامتحان. المشكله في حاجه كمان، ان هو هيدي لك تكمله، يعني السؤال في الامتحان هيكون باراجراف A هتكتب عليه كلاس، باراجراف B هتكتب عليه كلاس، باراجراف C تكتب عليه كلاس. فاحنا مبدئيا كده هنبدا مدينا A و B بس، تعالوا نشوف. بس احب كمان حاجه، لان عليكم في الماده الجديده بتاعتكم دي ان انت ترسم، فانا احب ان انت ترسم معايا. نرسم ايه؟ نرسم الكلاس. طيب هو الكلاس بتاعنا اسمه ايه؟ حد فاكر؟ الكلاس اسمه كمبيوتر. هقول الرد على سؤالك بس خلينا نكمل دي. طب الاول كمبيوتر، والكلاس ده عنده متغيرين، المتغيرين هم براند نيم، هيفيدنا في الجزء اللي تحت ان انت تكون فاهم المحتوى، براند نيم وايز اون. وبعدين عنده كذا ميثود، اول واحده فيهم اسمها كمبيوتر كونستراكتور، صح، بياخد تو ارجيومنت لو فاكرين، وبعدين كمبيوتر كمان مره كونستراكتور ما بياخدش قيم خالص فاضي، وبعدين ميثود اسمها سيت، واحده اسمها جيت، وبعدين واحده اسمها سويتش اون، وبعدين ميثود اخيره اسمها سويتش اوف، واخر حاجه اسمها ديسبلاي، دي ميثود كمان. ايه اللي احنا كتبناه ده؟ ده اليو ام ال دايجرام للكلاس. وخلي بالك لازم طريقه كتابته تكون ستاندرد، ولازم تكون بروفيشنال فيها فتكتبها صح. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان انت لازم تكتب كده، تعمل بوكس كبير تحط فيه المقطع الاول اسم الكلاس، المقطع الثاني الاتريبيوت، وتحدد النوع بعدهم هنا، يعني تكون سترينج، رغم ان احنا في الكود بنكتب العكس، السترينج بيبقى قبل الكلمه وهنا بوليان. فده كان ملخص اللي انا رسمته دلوقتي، ده ملخص الكلاس اللي سويناه. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الكلاس الثاني. بس في زميلكم بيسال سؤال، فخليكم معايا كده نشوف السؤال. زميلكم بيقول ماشي، انا لسه بحاول اشوف السؤال. ايوه بيقول ممكن نعمل this امتى تستخدم دي من غير ديس؟ يعني هو ديس مش اختيار، مش اجباري ديس، يعني انت لو ما كتبتش ديس خالص، عايز يقول is on is true، يعني عايز يكتب is on ويكتب بتساوي true ويخلص نفسه، مش محتاج ديس. هو انت مش محتاج ديس، ديس مجرد توضيح للي بيقرا الكود، to make the code readable، لكن هي مش هتدي ايرور. بمعنى لو كتبت ديس هنا، انت بس اديتني اشاره في المرحله دي بالذات، اديتني اشاره ان is on ده ممبر داخل الكلاس ده، وترو دي الفاليو اللي انت عايز تحطها. لكن ده مين is on ده؟ ده مش لوكال فاريبل. طب ايه اللي خلانا نشك في الموضوع ده؟ لان انا تعمدت، وهو هيعمل معاك كده فعلا، تعمدت اسمي لك، ركز معايا في اللي هقوله، اسمي لك المتغير اللوكال اللي هو الارجيومنت بتاع كلمه كونستراكتور كمبيوتر is on، وانت عندك اوريدي فاريبل اسمه is on، فبقى عندك اثنين is on. فعشان نميز ال is on اللي بالاصفر دي، اللي بالاصفر دي اللي هي بتعبر عن ال instance variable، لازم نميزها عن طريق this statement. طب ما كتبناهاش؟ مش غلط، مش غلط، الاجابه هتكون صحيحه.